يعني ما في انا ناضل لحقوق المرأة الا ما اكون عم بناضل على نفس المستوى مع الرجل للتحرر من قيود الحكم التركي. فبما انه يعني الشعب كان كله تحت 400 سنه من الحكم العثماني، كان بالنسبه لها هي اذا بدها تتحرر كمرأة بده يكون مع تحرر البلد، مع تحرر. وبنفس الوقت كان كثير مهم انه المرأة تتعلم، يعني هيدا كان عندها اساس. فهولي لوين راحت؟ ضلت تتعلم، يعني اصرت انه تعلم النسوان، اصرت انه تشتغل بجمعيات اللي بيساعدوا البنات يفوتوا على المدارس، يساعدوهم يكملوا دراستهم اذا اهلهم ما عندهم الامكانيات. كثير كان مهم هيدا عندها.